بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التواضع: ويذكر أن أبا ذر رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده ثم ندم فألقى بنفسه فحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. الله أعلم بسند ذلك، لكن ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ على أبي ذر وقال: أعيرته بأمه؟ عندما قال له: يا ابن السوداء. وقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على سني هذه؟ قال: نعم. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر درهما. نشر درهم يعني 36 جرام فضة، يعني يعملوا في الآخر 100 جنيه كلهم على بعضهم، وهو أمير المؤمنين. وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. ورأى محمد بن واسع ابنا له يمشي مشية منكرة، فقال: تدري بكم شريت أمك؟ ب300 درهم. يعني أمه كانت مملوكة، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله أنا، وأنت تمشي هذه المشية. يعني أمك مملوكة وأبوك، يعني هو يرى نفسه ممن يعني لا يستحق أن يكون شيئا رحمه الله. وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة، لا في الدين ولا في الدنيا. يعني تبقى حاسس إنك مالكش لازمة، اللي حاسس إن هو الناس محتاجاله وإن هو له شأن ومنزلة ومن غيره الدنيا هتضيع، يبقى يرى نفسه ذا منزلة. وما توقف الخير بموت الأنبياء فما الظن بمن دونهم. التواضع أن لا ترى لأحد إلى نفسك حالة، لا في الدين ولا في الدنيا. يذكر أن نور الدين محمود كان يخاطر بنفسه في المعارك فيطلب الشهادة، فكلمه بعض أصحابه أنه يعني: يا سلطان، إذا يعني أصبت ضاع المسلمون. فقال: ومن أنا حتى ضيع المسلمون؟ الله عز وجل يحفظ هذا الدين، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالإنسان الذي يرى أنه يعني موضع هو أهم حاجة غير نغمة دلوقتي، استغفر الله، الذي يرى نفسه أن الناس بدونه لن تقوم لهم قائمة في دينهم أو دنياهم، فهذا ليس بمتواضع، التواضع المشروع. وقال إبراهيم بن أدهم: ما سررت في إسلامي إلا 3 مرات، كنت في سفينة وفيها رجل مضحاك، يضحك الناس، كان يقول: كنا في بلاد الترك فأخذ العلج هكذا، وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني، لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني. يعني يقول أخذ العلج هكذا، وكان يمسك شعر رأسه وعمل فيه كذا بيمثل، يعني شايف أنه مش هيطلع. وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني، لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر مني،
والأخرى كنت عليلا في المسجد فدخل المؤذن وقال اخرج، فلم أطق فأخذ برجلي وجرني إلى خارج. والأخرى كنت بالشام وعلي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل لكثرته فسرني ذلك. عجب والله العظيم، كلام منكر، الثلاثة كلها من المنكرات. وغفر الله ابن القيم حيث ذكرها دون تعليق. أولا كون الإنسان يسر، ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات، يعني ما تسرش وما أراش آية في حياته سرته، ما سمع ما صلى ركعة حصل له بها فرح بالله عز وجل، ما رأى فضلا لله عليه إلا في الإهانات. ما نظن أن إبراهيم أدهم يقول ذلك، ولو كان فكل يؤخذ من قوله ويترك، كلام منكر وباطل. ما يسر الإنسان إلا إذا كان هناك من يضحك به الناس فيكون مسرورا لأنه صار موضع سخرية الناس واستهزائهم، لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر منه. الإنسان لا يطلب أن يكون كبيرا في عين الناس، ولكن لا يطلب أن يكون أحقر إنسان، ولا أن يكون مستهانا به ومستحقرا في الخلق، وإنما أن يكون يعني مقتصدا القصد والتوسط هو المشروع، لا يكون أحقر الناس ولا يطلب أن يكون ذا منزلة في الناس. كما قال أويس رضي الله عنه لما قال له عمر أوصي بك إلى عامل، يعني البلد الذي تريد أن تذهب إليه، قال أكون في غبراء الناس أحب إليه. غبراء الناس يعني أوسط الناس، الناس العاديين الذين ليس لهم شهرة ولا منزلة، ولكن لا يكون يقول أن يكون أحقر إنسان. والأخرى أنه يعني فرح بأن الرجل ظنه مجنونا وأخذ برجله فجره حتى أخرجه إلى خارج المسجد، هذا أمر مستنكر أيضا. عندما يطرد من المسجد لعدم نظافته أو لأنهم يظنونه غير عاقل. وأما الثالثة فأسوأ وأسوأ، أنه فرح بالقمل وهو أذية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة آذاك هوام رأسك، فأمره أذن الشرع في أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام للتخلص من إيه؟ من هذا الأذى، من كثرة القمل. أعجبه ذلك، يقول فسرني ذلك، سره أن القمل أكثر من شعر الفرج. وأي نظافة هذه التي أمر الله بها ويحبها، كما في حديث الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة، فالله عز وجل يحب النظافة أمرنا بذلك وآذن لنا كما ذكرنا في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وحلق الشعر أثناء الإحرام، ليتخلص الإنسان من ما هوام الرأس، اسمها هوام. فكيف يكون ذلك أمرا يسر به الإنسان؟ مثل هذه الكلمات التي أدت يعني إلى تنقيص قدر من يتكلم بها ومن ينقلها، وقالوا من أجل ذلك هذه الكتب فيها وفيها من المستنكر، كلمات حسنة جميلة بجوارها مثل هذه النكرات التي لم تكن عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين لهم بإحسان، وإنما في من انتسب إلى التصوف وزعم أنه يعني زاهد في الدنيا أو أن هذا هو التواضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة وإن رأسه لا يكاد يمس ظهر راحلته من التواضع، وكان نظيفا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس، ولم يكن يعني يرى فيه مثل هذا الذي سره أو ذكر إبراهيم أنه سره ذلك، نسأل الله العافية. الشيخ حمد رحمه الله يعلق تعليقا على هذه الكلمة، يقول كذلك دين صوفية الهنود البراهمة بقذارتهم، وقد بعث الله رسوله الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم ينقذ الإنسانية من هذه الأقذار. واحدة أقبح بقى، وفي رواية كنت يوما جالسا فجاء إنسان فبال علي. استغفر الله العظيم، يسر الإنسان بنزول النجاسة عليه، حكاية عجيبة والله. اللهم اغفر ابن القيم.
ما كان ينبغي أن أذكر مثل هذا الكلام السخيف. وقال بعضهم رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية زي حرس أو يمنعون الناس لأجله عن الطواف. ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئا وأفيش حد، فتعجبت منه فقال لي إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. يعني هذا عبرة وعظة حقيقية. قال رأيت في الطواف رجلا بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف، يعني حرس كيقول الراجل غني وقف هنا محدش يقرب كما يقع من بعض الملوك والأمراء ونحو ذلك، إذا جاء يطوف جعلوا له حرسا يمنعون الطواف من أجله. قال ثم رأيته بعد ذلك يمد على جسر بغداد يسأل شيئا، فتعجبت منه فقال لي إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه له حول الكعبة كلهم يظهر التواضع لله، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنا له اشترى خاتما بألف درهم، فكتب إليه عمر بلغني أنك اشتريت فصا أو فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبيع الخاتم وأشبع به ألف بطن واتخذ خاتما بدرهمين واجعل فصه حديدا صينيا واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس أساسا ساعات يعني تلبس وتأكل على القيمة، يعني مش إن الهدوم مثلا تكون حتى شكلها كويس ولا لا، يقول هو ده بكام. في نوعية من الناس كده، لو لقاها رخيصة يقول لك لا أنا البس بتاعها زي كده. وفي حاجات أصلا محلات بتجيب الحاجات الرخيصة وتحط عليها إيه؟ أضعاف الأسعار الغالية عشان يبقى إيه؟ يبقى الناس اللي بتشتري لازم تشتري أنا شريب ب 500 جنيه. ونسأل الله العافية. المؤمن يتواضع لله عز وجل. قال فصل: أول ذنب عصي الله به عصى الله به أبو الثقلين الكبر والحرص، أو أبو الثقلين الأبوان. الكبر ده ذنب إبليس، الثقلين هو الجن والإنس، والإنس آدم عليه السلام عصى ربه بالحرص أو تكون من الخالدين، أنه يريد أن يكون إيه؟ خالدا مستمرا، يريد أن يبقى فيها دون أن يمتنع منها، فالحرص هو الذي أدى إلى وقوع المعصية. أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين أو أبو الثقلين الكبر والحرص، فكان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم على نبينا عليه السلام كان من الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. شرط أن يكون مستغفر تائب غير مصر. أهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة إن احتجاج بالقدر من علامات الاعتراض على الله، ومن الاعتماد من علامات اتهام الرب سبحانه وتعالى بعدم الحكمة والطعن في شرعه. قالوا بما أغويتني. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول:
التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله غيره، وهذا من أحسن الكلام. والتكبر يقول الشيخ حمد الفقي: والتكبر يولد الشرك، كما حقق ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مواضع. ولذلك الإنسان بيتعجب ممن يجعل المتكبرين الآبين لشرع الله سبحانه وتعالى مسلمين طالما لم يدعوا غير الله عز وجل. أعني أنهم عندهم الشرك هو أن يدعوا الأولياء والأموات، وأما أن يرد الشريعة جملة ويحتقرها ويزدريها فعنده لا يكون مشركا ولا يعوذ بالله، هو شر من المشرك، نعوذ بالله من ذلك. هناك بعض المشايخ يعني ربما يقع في مثل هذا الكلام المتناقض الباطل، يجعل الذين يرفضون شرع الله سبحانه وتعالى جملة ليسوا بكفار وأنهم مسلمين، وطالما أنهم قال أن ما يتبعونه من تشريعات لا ينسبونها إلى الدين، وأما المشركون هم الذين نسبوا التشريعات التي اخترعوها والبدع التي ابتدعوها نسبوها إلى الدين، فهذا الذي يكون مشركا عندهم. أو أنه ما لم يستحل يأبى شرع الله عز وجل ويرفضه ويزدريه ويجعله مسلما ويقول لا يكفر إلا إذا استحل، نعوذ بالله. الكبر زيادة عن الاستحلال بمراحل، الذي يرى أنه يجوز له أن يفعل مخالفة الشرع، يستحل يرى لنفسه حلالا ما يترك الشريعة، بخلاف من يرى أن الشريعة هذه تخلف رجعية، أن هذه غير مناسبة لهذا الزمان ولم تكن مناسبة للزمان الماضي، أن هذه قسوة وظلم للبشرية. تخيل إنسان بيقول الزنا حلال والتاني بيقول إن إيه التخلف بتاع تحريم الزنا ده، أيهما شر ولا يعوذ بالله؟ المتكبر أشر ولا يعوذ بالله. هذا الذي يرى أن شرع الله عز وجل التخلف ورجعية هو شر من المشرك الذي يخالف يعبد مع الله غيره. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين، كما قال تعالى في سورة الزمر وفي سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وفي سورة تنزيل السجدة: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال سبحانه وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. دي أقسام الكفار والعياذ بالله، الذي كذب على الله عز وجل، افترى على الله كذبا، وقريب منه الذي قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، يدعي أنه نزل عليه الوحي. هذان قسمان متقاربان كلهم يكذب على الله عز وجل. والقسم الثاني الذي قال سأنزل مثل ما أنزل الله، تحدي متكبر على الشر، سأضع تشريعات مماثلة للشر والعياذ بالله الذي أنزله الله، أن هؤلاء أظلم خلق الله عز وجل، كل منهم كافر والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمص الناس، يعني احتقار الناس. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك.
والكبر الذي وصل بالإنسان إلى أن يأبى عبادة الله، يتكبر على عبادة الله، هو الكبر المخلد في النار الذي لا يغفره الله. أما الكبر الذي يكون على عباد الله دون أن يكون عن عبادة الله عز وجل فهو كبيرة من الكبائر، ومثقال ذرة تمنع من دخول الجنة، ولكن لا يلزم أن يخلد في النار إذا لم يتكبر على عبادة الله. قال: وكما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله وأضعه وصغره وحقره. سبحان الله. إبليس لما ترفع قال: أم كنت من العالين؟ لما تعالى قال عز وجل له: اهبط منها. لما تكبر صغره، تعالى أهبطه، لما تعالى أهبطه. قال: ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير، أو من يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته ومنه وله، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. يعني إذا استحضر ذلك لم يكن مسلما، استحضر أنه يرد الحق لأجل أنه جرى على يد من يبغض أو يعدي، مشاهدا لأنه يرد على الله أمره حتى ولو كان من عند الله. بعض الناس يقول: لو ربنا أمرني بذلك لم أأتمر، نعوذ بالله. فهذا من الكبر ورد الأمر على الله عز وجل، هذا يتكبر على الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يصغر الله. خلق بهذا واستغفر. أبو الشياطين أتتخذونه وذريته، هذا الذي نجزم به، والمشهور أنه أبو الجن.